مرحبا بكم في سي بي سي بنا، معكم شيف وجدي بركوس في مطبخ تونسي. كالعادة بالنسبة لليوم عملت منيو سهل شوي وخفيف. بالنسبة لرمضان يجي تعفون برشا، وتبارك الله معناتها ماكلة بدينة وخفيفة، معناتها مع الشقة الفطر يجي بكدا. بالنسبة للمنيو عملت سلطة دو ري اللي هي سلطة الروز على طريقة تونسية، وعملت معاه طاجين جبن، معناتها اون سلاد افيك ان طاجين يبدا بنين وخفيف. وبالنسبه للديسير عملت يويو. يويو هذايا سي ان ديسير تونسي زمني قديم، يتشرب مع كويس تي مع قهوه بعد شقان فطر، تنجم مع السحور مع كويس حليب ولا كويس البل، يجي بنين برشا. تو باش نبداو بالطاجين الجبن. بالنسبه للطاجين الجبن باش نطيبو الاسكالوب نتاعنا دو بولي، شويه ملح شويه فلفل وشويه بصل، ونعطيكم لي زانكريديون الكل. توا باش نحط نسخن الزيت كالعادة، شوية مش برشا زيت، باش نعملو البصل، وعندنا الاسكالوب بلون دو بولي. نحاشنا احنا بتختوخ اللي هو باش يعملنا الطاجين. هلا يسخن البصل المليح، من بعد نزيدو له البولي. في تونس ديما برشا طاجين، سورتو في رمضان. فما حاجة في تونس اللي هي اوني دي غران كونسوماتور تاع عظم، بريك بالعظم، طاجين بالعظم، سلطة بالعظم، كل شيء بالعظم، سورتو في رمضان. دي غران كونسوماتور دوف في رمضان احنا. هلا نحطوا الاسكالوب ونقليهم مليح قبل ما نفوحوا. علاش؟ باش الاسكالوب نتاعو يسيب الماء ويسيب معناتها لو جو اللي حاشنا بيه، ونبداو نفوحوا. بالنسبه للفاح عندنا راس الحانوت une bonne quantité. علاش نحطوا une bonne quantité نتاع راس الحانوت؟ خاطر لازمنا نقراو حسابنا اللي من بعد باش نزيدوا البطاطا، باش نزيدوا العظم الطايب، باش نزيدوا الجبن وكل، معناتها باش يكون لفاح معناتها ايكيليبري. فلفل الاكحل والملح. فوالا ما نحطش برشا الملح خاطر نقرا حسابي بتاع الجبن لهنا. نخلطو مليح، ونزيدو شوية كركم. نقليهم مليح الدجاج والبصل. باش يعملنا التختوخ نزيدو شويه ماء، مش برشا ماء، باش يقعد معناتها يكون مع البصل يكون بيان ايكيليبري. فوالا تو بتيت كونتيتي تاع ماء، ونخليه يطيب سله سله. بالنسبة لسلطة الروز ما فيها شيء، فيسة تحضر لنا تو نتعداو ديريكتومون. نحط الفو افو دو، فوالا يقعد يمشي واحدة واحدة. تو نتعداو ديريكتومون نعملو اليويو نتاعنا. اليويو نسحقو 250 غرام فرينة، عندنا 120 غرام سكر، كعبتين عظم، سكر فاني، خميرة شطر باكو، وعندنا شحول باش نعملوه. بالنسبة للطريقة تاع التحضير،
أول حاجة باش نعملوها هو العظم. نركضوا العظم مليح باش نطلعوا شويه، ندخلوا فيه شويه هواء كيما نقولوها باش معناتها يولي فوليمينو ويعطينا اون تري غون كونتيتي نتاع يويو. ونحطوا مع لي سكر غلاس ونخلطوا. لهنا نركضوا شويه العظم، نعطيهم ان بو دو فوليوم. فوالا، نزيدوا ونحطوا الزيت تو، ما عادش نركضوا برشا، فهمت؟ ونحطوا معاه لي 250 غرام دو فارين، معاهم شطر باكو خميرة اي لو سكر فاني. ونخلطوا مليح بريباراسيون تاعنا. باش تولينا بات، قلت راحشنا بها بات. هلا لم البات مليح وخليها ترتاح 2-3 مينوت. انتر تان باش نحط الزيت يسخن ونبداو نخدمو اليويو تاعنا. الدجاج نتاع الطاجين نتاعنا الجبن، علاش اسمو طاجين جبن؟ هو سي طاجين اباز دو فرماج، اما ما احنا في تونس ما نعملوش فرماج صافي، نعملو فيه شويه بطاطا باش نبذروه كيما نقولوها، يعطي لو جو ويبدل. تبدا البطاطا مقليه بالزيت اون بتي كوب. هوني نحطوا الزيت باش نقلي فيه ان بان دويل، معناتها لازم تكون بون كونتيتي دويل باش نبداو نحضروا لي يويو تاعنا. لهنا البات نحسها بدات ترتاح. عندي دو فاسون تاع تحضير اليويو، تنجم تحلو برولو على الخامه وتعمل بالامبورت بيس تخرج دي يويو، ولا سينو تخدمهم باليد. راح باش نوريكم كيفاش باليد كي تبدا ما عندكمش دي زامبورت بيس ولا بالكيس ولا باش تنقب النقبه الوسطانيه. حاضر ميزون بلاس نتاعي نتاع كعبات اليويو. لهنا الزيت نحسو بدا يسخن. اونتر تان نمشي نتفقد التختوخ تاع طاجين الجبن اللي ريحتها بدات تطلع امورها واضحه. هوني بالنسبه لليويو ناخذ شويه بات نكعبرها، نجم زاده نعمل شويه يديه بالزيت باش ما تلصقليش. هلا نعمل البول ونجي لهنا نحلها في الوسط ونرميها في الزيت. الزيت مازال ما سخنش،
يويو تنجم تفوحو تعمل فيه زيز دو سيترون زيز دورانج في البات باش تعمل تي كان بون تري بون غو معناتها تاع بروتين والكل يويو معناتها تنجم تعمل فيه برشا حاجات خاطر من بعد باش نحضروا معاه شحور خاطر هو يتشحر هنا الزيت بدا يسخن نحلها في الوسط ونرميهم بالنسبة للزيت لازم يكون افو فيف ومن بعد تنقص عليه علاش تنقص عليه باش ما تعملش كشكوشة الزيت هلا اليوم تاعنا بدا يطيب وبدا يعطي في منظر باهي نخليه اليويو يطيب من بعد نكملهم الكعبات الاخرين نكمل طيبهم تتلاهي ونتاو نعملوا الطاجين خاطر الطاجين اون برانسيب الحشو بدا يطيب مش مازال كان باش نخلطوه مع بعضه عندنا لهنا العظم عظم الطايب ديما الطاجين نحطوا فيه العظم الطايب على خاطر يعطي لونكتيوزيتي وزيد يبذر معناتها تكثر الكونتيتي نتاع الطاجين ما يقعدش معناتها الطاجين كيما نقولوها واحد ياكل واحد ليه نقصوا على كبر البطاطا اللي قصيتها بطاطا قصيتها جويدة شوية مش خشينة برشا كيف سي لا ميم شوز لهنا خذيت كعبتين عظام طايبين فوالا عندنا البطاطا خذيتها قصيتها اون بوتي كوب كيما تراو فيها هكا قليتها في الزيت با بلوس كو سا ما عملتلهاش حاجة أخرى نحط البطاطا خذيتها ببري كعبتين بطاطا نرجع اليويور خاطر بدا يحمر دو تخوا مينوت ونخرجو هوني عندنا فرماج غابي ابوبري 50 انتر 50 و 60 100 غرام كيما تحب انت البطاطا ما يقلقش الجبن معناتها تحط الكونتيتي اللي تحب عليها الجبن هوني التختوخ الاسكالوب قريب يطيب محسوب طاب عندنا ان جو اللي حاشنا به هو اللي باش يعمل لنا لونكتيوزيتي تاع ثم تحرقوا نجي نصب التختوخ فوالا في اللينا بتاعي نخلطهم كل ما بعضهم توا باش ناخذوا العظم خذيت 6 كعبات عظم فقصوا له العظم نتاعو
Et hop. وين خلطه؟ طاجين قريب يحضر. ناقص تاو كان باش نحضر له. لو ريسيبيان اللي باش يمشي فيه او فور ونحطوه يطيب. نعملوا له ديكور صغير بشويه جبن. لهنا ناخذ لينا متاعنا نحطوا له شويه زيت هلا. نمسحوه مليح بالزيت ونصبوه. لهنا تنجم تعمل ريكتيفيكاسيون نتاع الفاحه نتاعك، اما بالنسبه لي انا مادام فوحت مليح الدجاج ما عادش نستحق باش نعمل له ريكتيفيكاسيون. نجي نزينو، عندي شويه فرماج بلون، نزينو من الفوق شويه فرماج بلون باش بو رابولي لي هو طاجين بالجبن. فوالا الطاجين نتاعنا حضر. يويو باش نكمل نزيد نقلي كعبات يويو، من بعد الفاصل كان عجنا باش نشوفو كيفاش خرج الطاجين، كيفاش اليويو باش نشحروه ونعملو سلطة سلطة دو ري على طريقة تونسية. هذا كل باش نشوفوه بعد الفاصل، نرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم توا بعد الفاصل. اليويو قليتو شحرتو، ناقص كان توا باش نعملو ديكوراسيون صغيرة، والكل معها كويس تي أخضر شوية بندق. بعد شقا نفطر ما نحكي لكمش. لهنا اليويو خليه يزيد يشرب شوية شحرو نتاعو، من بعد باش نتلهى بالديكوراسيون نتاعو. توا نعملو سلطة الروس. بالنسبة لسلطة الروس خذيت فقوس، فلفل، طماط سوريز، خذيت كبار، ليمون اللي نقولوا له احنا قارص ملح، روز، طن، مايونيز وجبن. بالنسبة لتقطيع السلطة هوني ناخذ الخيار. نجي كيفاش باش نحي الوسطاني؟ نجي لهنا نقص ديكاري باش نخلي كان الوسطاني اللي ما حاشتيش بيه. هلا هذا ريتو ناحيتو. نجي نقصو اون بوتي دي. قص بالطول. سلطة روز كلها فريشور وتعطي بنة كبيرة برشا، سورتو حاجة خفيفة في رمضان تكون بنينة وتكون باهية كما نقولوا احنا في تونس. معناتها حتى قبلي السحور نجمو نسحرو، خاطر نسحرو مالح، نحبو نسحرو المالح. فما برشا عباد يسحرو كان المالح مش الحلو، مثلا شقا نفطر يسحرو بي. فما في ولايات في تونس كي تسحرو يسحروا يعملوا كسي، يطيبوا كسي في الليل، يطيبوا مقرونه بالصلصه، معناتها يعملوا ان بلا سبيسيال للسحور. فما دي جون يتسحروا كان المالح، ما يحبوش يتسحروا حلو، وما يعطشوش في النهار خاطر يعرفوا شنو اللي ياكلوا ما ياكلوش، ويعديوا النهار كامل الليله كامل يشربوا في الماء. فوالا الخيار تقص. باش نقصو معاه دي طومات سوريز. طومات سوريز باش نخليها خشينة شوية، علاش؟ باش تعطيني الفوليوم للسلطة، تكون منظرها باهية.
هلا قسم كاين اون كات باش ما تجيش سلطه معجنه برشا تكون سلطه باهيه تعطيها فوليوم تعطيها كيما نقولها بليزيوغ كولور كملوا كعبة أخرى هلا بعد ما نكملوا نقصوا التومات سوريس اللي خذيناها باش ناخذوا ليمون اللي هو القرص مملح باش ناخذ كان القشرة علاش باش تعطيني ان بو داسيديتي للسلطة انا حاجتي بشوية اسيديتي كي الاسيديتي البنينة متاع الليمون الليمون راهو بنين برشا الليمون اللي يعرف كيفاش يستعملو كل مش افيك دي غراند كونتيتي راهو بنين برشا انا مثلا ناخذ شطر برك وناخذ كان القشره ما ناخذش الوسطاني معناتها لو جو لو جو يمرر لي البريباراسيون وزيد يردها قارصه برشا هلا ان تو بتي بو اكريتو شطر وحده pour me donner un peu d'acidité que le conseiller le bnina. Houni, khdit, chouya kbar, kif kif. Voilà. Nzidou, ma. Khdit fromage, chonkosso, kif kif, en petits cubes. Quel choix pour la décoration mon four. Voilà. Qui c'est quel là? Un choix fromage, choix limon, tomate fraîche, chiar. Un mariage de goût. Fais cela. Mais quand cela t'as qui m'occupe la base là. يا با ديسيزونمون ما فيهش جو والكل نجم نحط زيدا معاه فلفل فلفل باش نخليه طويل شويه باش نعطي معناتها بليزيوغ ديكوباج في السلاطه نقصو جويت هلا ش مازال عندي اخ زين شويه ثوم حطوا لها المايونيز عندي معها قارص لهنا هاك شفتوا حطيت لي زانكريديون مثل ما حطيتش الروس علاش باش نخلطهم مليح هذوما مع بعضهم بيدا باش الروز ما يجينيش معجن في وسطه ونكملوا نحطوا زيت زيتون خلطوها مليح بالنسبه للسيزونمون في الاخر كي نحط الروز نزيدو لها الروز ونخلطو هوني باش نفوح باش نعمل شويه ملح شويه فلفل اكحل تا بلوس كو سا خاطر عندي الاخرين مفوحين امورهم واضحه هلا طبعا نحط لها شوية فلفل أكحل باش تعطيني أن بو تاع حرورية وبنة هلا نحط لها شوية ملح وسلطة حضرت C'est pas facile là, où t'as suivi le Ramadan, où ça y est, où l'âme nous fait hajjet bedina, là il me sait la parchala.
صعيبة برشا علينا. وسيرتو كل يوم معناتها نصنفوا معاكم، نعملوا معاكم، ندلوكم كيما نقولوهم افيك دي بيل روسيت والكل، راهو حاجة كبيرة. لهنا السلطة نتاعنا حضرت، باش نحطها تبرد شوية، باش تقعد كان على الدريساج، نعمل لها دريساج باهي، باش نزيد نعطيها كيما نقولها منظر وجو، ومن بعد نرجعوا ونشوفوا كيفاش نكملوا هذا الدريساج نتاعها. توا باش نكمل نعمل اونتخ تو خاطر الطاجين قاعد يتيبي فوق، نكمل نزين كعبات اليويو اللي عملتهم، شوية فاكهة من فوق كيما هكا. هذايا معاه كويس تي أخضر، بعد شقة نفطر تلفزيون، ترجو في التلفزة وتحط كويس تي وتاكل معهم كعبة يويو. سي ان ديليس. نرجع لكم بعد الفاصل، خاطر انا تو ما عادش نجم، باش نخرج الطاجين نعملوا دريساج، هذا الكل باش تشوفوه بعد الفاصل، ما تبدلوش القناة. رجعنا لكم بعد الفاصل، حضر المنيو نتاعنا نتاع اليوم اللي هو خفيف، سلطة روز. هاك شفتوها كيفاش حضرناها، شو محلاها كعبة الطماطم كي بداو خارجين عاطين كولوراسيون في البريباراسيون تاعنا. الطاجين صدقوني مازال تفرجوا مازال سخون مفور من الكوشة خارج، ريحته بنين برشا. كعبة اليويو اللي عملناهم الحق ما نجمش نصبر، عملت معها كويس تي مش هكيك، من بعد شقة نفطر ناكل كعبة يويو ومعها كويس تي بنين منعنع، أمورنا واضحة. تو بالنسبة للمنيو اليوم إن شاء الله يعجبكم المنيو اللي عملناه اليوم، وإن شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة. نقولكم شاي طيبة.